السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نتكلم يعني في هذه الحلقة عن هشاشة العظام الاوستيوبوروزيس. وهشاشة العظام يعني اصبحت يعني من امراض العصر، يعني نسبة مرتفعة جدا، واصبحت كذلك عند اشخاص يعني بسن مبكر. يعني هشاشة العظام من قبل كانت بعد سن اليأس عند النساء، ولا حتى عند الرجال يعني 60-65 سنة. طبعا ينقص شوية يعني الكالسيوم في الجسم، وحتى الفيتامين دي، وحتى يعني الهرمونات التي تسهر على تثبيت الكالسيوم في العظام تنقص، لان مع تقدم السن طبعا هذه من الاشياء التي تدخل في علامه الشيخوخه. لكن الان نلاحظ ان هشاشه العظام اصبحت عند النساء ب 30 و 40 سنه مع الاسف الشديد. والاسباب الان يعني سمع الناس كل الاسباب الا الاسباب الحقيقيه للاوستيوبوروزيس، هذه يعني هشاشه العظام. هشاشة العظام أن الكالسيوم لا ينقص، وأن الذين يقولون أنه نقص في الكالسيوم فهذا الأشخاص هذو يجب أن يعيدوا النظر في تكوينهم. فلماذا هذا الكالسيوم نقص؟ هنا فين كاين المشكل، ليس الكالسيوم ولكن لماذا نقص الكالسيوم في الجسم، ولماذا الكالسيوم لا يثبت على العظام، لماذا لا يصل إلى العظام؟ وأن العظام ليست كالسيوم فقط، هناك كالسيوم والزنك والحديد يعني والفوسفور كذلك، هذه كلها يعني تدخل في يعني تكون صلابة العظام، ليس فالكالسيوم يعني الميتابوليزم استقلاب الآن الكالسيوم، امتصاص الكالسيوم، استقلاب الكالسيوم كيف يمر. فالكالسيوم هو أولا يعمل في العضلات أكثر من العظام، بدون كالسيوم لا يمكن أن تؤدي العضلات دورها، لا يمكن العضلات أن تعمل في جميع الجسم، أن بدون كالسيوم ليس هناك يعني تقلصات عضلية. ثم بدون كالسيوم لا تعمل الأنزيمات، وبدون كالسيوم طبعا الموجود في الاسنان وفي العظام، فبدون كالسيوم طبعا حتى يعني الشخص لا يوقف، يعني الجسم لا يمكن ان ياخذ يعني قوه، يعني ان الحيوان والانسان على حد سواء، هي قوته في الوقوف، اذا لا يقدر على الوقوف فهو لا يقدر على شيء طبعا. فالاسباب الحقيقيه هي اسباب هرمونيه محضه، تضاف اليها اسباب عرضيه، اسباب اخرى طبعا على حسب يعني الظروف التي يعيش فيها الشخص. وهذه من جملة هذه الهرمونات أن نقص الأستروجين عند النساء، نقص الأستروجينات عند النساء يساوي هشاشة العظام، ونقص تستوستيرون وكذلك الأستروجين. أن الرجال عندهم تستوستيرون وأستروجين، ولكن الأستروجين ضئيل عند الرجال، لكن نقص تستوستيرون عند الرجال يساوي هشاشة العظام. وهذه الأستروجينات هي الأستروجينات الطبيعية موجودة في الطبيعة. فنلاحظ أن من قبل لما كان الناس يستهلكون مصادر الأستروجينات اللي هي نخالة القمح، هي الشعير، هي النشويات الموجودة في النبات، موجودة في الفواكه، هذه الأستروجينات موجودة حتى في زيت الزيتون. زيت الزيتون فيه أستروجينات، يعني في ما نسميها فايتوستروجين، هذه الفايتوستروجين موجودة في علم النبات لا توجد عند الحيوان. موجودة كذلك المصدر الأساسي والمصدر الكبير هو في الحبوب هذه، أو الحبيبات أو البدرات، اللي هي حبوب الكتان والسمسم والحبة السوداء والحلبة والحبرشاد، وحبوب أخرى كذلك، منها يعني هذه اللي الشمرة واليانسون، منها أشياء غنية بهذه الأستروجينات، وكذلك التوابل، التوابل كذلك فيها في أستروجينات. وتوجد في بعض المواد الغابويه، المواد البيئيه التي توجد في يعني في الطبيعه، مثل غاز الدوم، تمار الدوم، هذا بالامازيغيه في المغرب نسميه اغاز، هذه تمار الدوم. ساو بالميتو، ساو بالميتو يعني من اخوان عندنا في امريكا وفي اوروبا، ساو بالميتو يباع على شكل مجفف، على شكل بودره، هذا ساو بالميتو، هذه لي فروي دي بالمينا بالفرنسيه، ساو بالميتو بالانجليزيه، او تمار الدوم، هذه غنية بالفيتوستروجين وفيتوستيرول كذلك. ثم يوجد كذلك في فواكه السدر، هذا في يعني هذه العناب، يوجد في البلوط، أشياء غابوية كلها فيها هذه الفيتوستروجينات والفيتوستيرول، ويوجد في خشاش الأرض، يعني هذه الحماض والخبيزة، هذه أشياء فيها قدر جيد من الفيتوستروجين. الأشخاص الذين لا يتغذون على هذه المواد عندهم أستروجين نقص، نساء، نتكلم عن النساء، لأن النساء من قبل كانوا يستهلكون نخالة القمح، كان نخالة رقيقة
في المغرب كنا نسميها الحمراء هذه، وهذه النخالة كانت تطهى بالبخار يعني كالكسكس تماما، كانت تطهى بالبخار، ثم كان النساء يستهلكونها، وكانت تسقى بزيت الزيتون، يضاف إليها زيت الزيتون، وكذلك ليس مرق إنما مرق معه زيت الزيتون، ومعه كذلك هذا الخشاش الأرض، هذا البحم وهذه القرنينة وهذه الأشياء التي كان النساء يجمعونها، خشاش الأرض هذا كان تسقى هذه نخالة القمح، وهذه قنبلة أستروجينية طبيعية، هذه الفيتوستروجين. كانت النساء بصحة جيدة، وكانت النساء تعمل في الحقول وتعمل في الورشات وتعمل في كل شيء أقوى من الرجال. لماذا؟ لكان عندهم الكالسيوم ثابت في العظام، وكانت عندهم صحة جيدة. لماذا؟ لأن عندهم مستوى الأستروجين مرتفع. الرجال تستوستيرون، بدون تستوستيرون الرجال لا يقدرون على العمل، إذا كان التستوستيرون منخفض لا يقدرون على العمل. ولذلك تكلمنا في حلقة عن انخفاض التستوستيرون، فالرجال أولا يجب أن يتجنبوا الأشياء التي تخفض من التستوستيرون، ثم يتناولوا الأشياء التي تزيد في التستوستيرون، لمنا مصادر الأوميغا 3 حمض الأوميغا 3، ولمنا كذلك حتى الأستروجينات الطبيعية، حبوب الكتان، حبوب الكتان تزيد شيئا ما في إنتاج التستوستيرون. كاين بعض منتوجات النحل مثلا، عكبر النحل أو غذاء ملكات إلى آخره، الأشخاص اللي عندهم هذا إن وجدت، لأن عكبر النحل الذي يباع عندنا الآن ليس عكبر النحل، يعني عكبر النحل إن وجد، يعني ليس سهل باش ناخذ عكبر النحل. ما غذاء الملكات طبعا لأن الثمن مرتفع، هناك من لن يقدر على هذه الأشياء، لكن الدول التي توجد فيها هذه المنتوجات والأشخاص اللي قادرين عليها فهي جيدة، هي من الأشياء القوية، وهي الأشياء التي ترفع من هذه الهرمونات داخل الجسم، وبالتالي فهي يعني تقي من هشاشة العظام. أما الأشخاص الذين لديهم هشاشة العظام ثم يتناولون كالسيوم فيعني هذا شيء يضحك، لأن حتى ولو تناولوا هذا الكالسيوم فما الذي يضمن لنا أنه سيثبت على العظام؟ ما الذي؟ لا شيء. وربما هذا الكالسيوم الذي يتناوله، لنا أقراص أنجرا فيها 1000 ميلي جرام، قرص في جرام من الكالسيوم يتناوله يوميا زائد الكالسيوم الموجود في الأغذية، هناك نساء سيكون لديهم تكلس، سيكون لهم ترسب هذا الكالسيوم في بعض النسائج، لمنها الثدي ولمنها العضلات ولمنها ربما الكلية، ما يكون مشكل يعني هذا تكلس ممكن يكون على مستوى الكلى. ولذلك نحذر ان هناك اعراض كثيره الان حاصله من مشكل في الكالسيوم، فليس حل انك تتناول الكالسيوم، الحل هو انك تعرف من اين اتى هشاشه العظام. وهذه ربما علي، ربما هناك من سيسمع اول مره هذه الاشياء، فانخفاض الاستروجينات، لان لاحظنا على الاستقراءات، لان لا يمكن ان نعمل تجارب على الانسان، لكن لاحظنا من خلال استقراءات كثيرة على حسب المناطق أن الأشخاص والمناطق اللي فيهم يعني طبيعة العيش أو طريقة العيش، أن هاد الأشخاص لازالوا يتغذون على نظام فيه أستروجينات وفيه ألياف غذائية من الليجنان، واللي غني في نفس الوقت بالكالسيوم مع معادن أخرى طبعا، لأن الزنك كذلك والحديد وهذا يدخل في هذه الأشياء. فلاحظنا أن هذه المناطق ليس هناك هشاشة عظام، رغم أنهم يتناولون أشياء بسيطة، المناطق الجبلية والمناطق يعني المناطق في البادية، يعني البوادي المغربية والأرياف، هذه المناطق تقل فيها هذه فقر الدم وهشاشة العظام. لماذا؟ لأن ارتفاع عندهم مستوى جيد من الأستروجينات. والمدن الكبرى الذين يستهلكون كالسيوم وحديد يوميا، وخمس وجبات وسبع وجبات وخمسة عشر وجبة في اليوم، هؤلاء هم الذين لديهم هشاشة العظام، الأوستيوبوروزيس مع الايرن، هذا مع المشكلة ديال الانيميا، هذه يعني الايرن ديفيشينسي. فهذا اذا فهم الناس هذه الاشياء فربما تكون كما قلت، اقول دائما ربما تكون اشياء بسيطة وما لا يكون مشكل، ربما ناس يذهبون الى اشياء معقدة وباهظة تماما، ثم ستكون يعني عكس تماما ما يريدون، عكس ما يبحثون عنه، ليس هناك علاج ولكن سيكون هناك عكس تماما. هناك بعض العوامل كذلك التي تنقص تزيد فيها هشاشة العظام، التي تسبب لي منها عوامل النمو كذلك، ونقص الفيتامين دي، لأن فيتامين دي يعتبر هرمون. نقص الفيتامين دي وكذلك عوامل النمو الجروث فاكتورز أو الفاكتور دي كروسانس،
الجراوث فاكتورز هذه عوامل النمو مع الفيتامين دي كذلك هي من الأشياء التي تتسبب في هشاشة العظام. فيعني أظن أننا لما نتكلم عن حقيقة المرض ويفهم الناس حقيقة سميناه حقيقة المرض. إذا فهم الناس حقيقة المرض فلماذا يسألون؟ لماذا يسألون عن خلطات ووصفات وبماذا تنصحني وبماذا أنصحك إذا فهمت المرض؟ لا تحتاج لمن ينصحك. إذا فهمت المرض فنحن نعطينا ما تعيش. فإذا كان الناس لا يقدرون على استهلاك هذه الأشياء ولا يقدرون على الرجوع لهذه الأشياء فليس هناك علاج. ليس هناك حل، ليس هناك حل. فليختار الناس، نحن نبين للناس ويعني وعمل كبير يتطلب منا طاقة كبيرة، طاقة قصوى يتطلب منا هذه الأشياء. هذه معلومات ليست بالسهلة هكذا نقولها ثم نأتي بها، لكن يعني سياقها وكيف الناس يعني وحتى حقيقة هذه الأشياء. فهناك أطفال الآن يعيشون على خبز أبيض وعلى مشتقة الحليب وعلى لحمة ولا يتناولون لا خضر ولا شربة ولا فواكه ولا حرير ولا زيت الزيتون ولا أي شيء. هاد الأطفال طبعاً هذه الريكتس ديزيز غادي يكون عندهم مشكلة الكالسيوم، غادي يكون الطفل سيسقط من فوق الفراش وسيصيب بكسر في العظام، سيكون ليس هشاشة عظام سيكون كارثة. هذه لماذا؟ يكون عظام رقيقة جيدة وعظام لا تتحمل تقل ولا تتحمل يعني جهد ولا أي شيء. هذا يعني صلابة العظام وكذلك تكون العظام، يعني هذه وظيفة العظام، يعني يجب أن تؤدي هذه العظام وظيفتها. هذا هو المشكل. فهذا يعني كان الناس ينتظرون أن نقص الكالسيوم وأن لا، هشاشة العظام ليست من نقص الكالسيوم، لأن الكالسيوم يوجد حتى في الماء وليس هناك نقص في الكالسيوم في الطبيعة ولا يمكن أن يكون، ولا حديد ولا زنك ولا كل المعادن موجودة في الطبيعة، ولكن هل يستهلكها الناس وهل يستهلكونها مع الأشياء التي تأخذها داخل الجسم؟ إذا كان البروبايوتيك ناقص عليا بكتيريا الصديقة لا تعمل، يعني قولون تقريبا لا يعمل، لا مش شغال. إذا كان فيتوستروجين هذا نقص أو غير موجود منعدم في التغذية، إذا كان عوض الأستروجينات هناك أشياء تطبط كذلك نقص الكالسيوم مثل المضافات الغذائية مثل البيستيسيد والمعادن الثقيلة، التسمم بالمعادن الثقيلة. هذا السياق العام. يجب أن يحذر الناس من تسممات بالمعادن الثقيلة، أن يتجنبوا البلاستيك، أن يتجنبوا الزيوت المكررة ترانس فاتس، أن يتجنبوا كثرة البروتين، كثرة البروتين لا تترك كالسيوم يمتص، أن يتجنبوا كل الأشياء التي تكلمنا عنها، ثم أن ينظروا وأن يفكروا في مشكل الفيتوستروجين كيف يمكن أن يتناولوا كمية جيدة، يكون مكملات ولا يكون أغذية. المهم لقد بينا للناس حقيقة هذا المرض إن شاء الله، وممكن يعني أن يكون العلاج بلا شيء، وممكن أن يكون علاج يعني بطريقة لن يصدقها الناس في هذه القرية. فهذه هما يعني مصادر الأستروجين في الطبيعة، تكلمنا عن الحبوب وبعد التوابل خشاش الأرض المواد الغابوية المواد الطبيعية، ثم كل الأشياء النباتية فيها الأستروجين. الأستروجينات موجودة كذلك في منتوجات البحر، السمك فيه شيء من الأستروجين، والحياة الوحيد فيه أستروجينات جيد مليئة أنه يتغذى على نبات البحر، ثم حتى نبات البحر فيه شيء من الفيتوستروجين. كذلك مواد النحل، يعني منتوجات النحل هي عكبر وغذاء ملكات، ما النحل وغذاء ملكات، هذه أشياء جيدة عليهم، نحل وغذاء ملكات وأكبر في البلدان. يعني هذه نصائح عامة، لأن يعني اليوتيوب عنده بعد دولي، فالناس اللي كيعيشوا في دول أخرى من أستراليا إلى القطب الشمالي، القارة الأمريكية والقارة الأوروبية والآسيوية وحتى الدول الإفريقية، يعني هذو اللي عندهم هذه المنتوجات محلية، وكاين بعض الدول اللي عندهم تقنية جيدة مثل الدول الشرقية مثلا هنغاريا بلغاريا رومانيا مثلا ألمانيا النمسا، هذه دول فيها أكبر جيد وفيها غذاء ملكات، إسبانيا فيها غذاء ملكات فيها أكبر، يعني فرنسا فيها شيء ما، كذلك دول آسيوية مثل ماليزيا وأندونيسيا مثل تايوان تايلاند، هذو كلهم عندهم هذه المنتوجات. ثم كذلك المواد الدول الأمريكية، الدول الأمريكية عندهم أحسن نوع من الأكبر والأكبر الأخضر، هذا الجرين بروبوليس البريزيلي، هذه هو بريزيلي وموجود في الولايات المتحدة وموجود في كندا.